أمل العنبري اشتقنا لك كتير كتير كتير، كنا نتذكرك لما هيك نام ونقوم في نومينيه، نام ونقوم في مين ظهر. خبرينا هلأ هالتجربة كيف كانت، قديش اشتقتي رجعتي على لبنان هلأ من أول وجديد؟ أول شيء كتير مبسوطة فيك و I'm happy to see you. Thank you. ما فيني أنكر قدي ستار أكاديمي كان إلى بصمة إيجابية في حياة أمل العنبري. I love it so much. لو بيعيد الزمن حاله برجع بعيدها بكل الأشياء اللي فيها. تجربة غيرت حياتي completely. يعني خلاص ما في خط رجعة. قديه بيقولوا صار اكاديمي قديه نجاح، ولكن هو ذو حدين، يعني الناس عم توصل اوقات لقمه في بعض الطلاب مثل ما بيقولوا كبرت الخسه، فقبل عنبر قديه مع الخسه او بعيده؟ اكيد يمكن في مرحله من المراحل كنت حالي حال الناس لانه هيدي الصوره النمطيه اللي كنا بنشوفها، بس انا قررت اشتغل على حالي. كملت دراستي، فتحت ويلنس سنتر بيهتم بالصحة النفسية والعقلية للبني آدم، فحياتي فرقت. اللي بيشوف حاله بيكون عم بيتصرف من خوف، من انسكيورتي، أما الإنسان اللي واثق من حاله مش مضطر يشوف حاله على العالم. شوف حالك على حالك وكمبيت وذ يور سيلف، بس تشوف حالك على حالك صارت موضة قديمة، يعني مش حلو. أمل بعدك عم تتواصلي، السؤال دايما بينسأل، سؤال روتيني عم تتواصلي مع حدا من الطلاب والمواسم الباقيين، يعني اللي انتم كنتوا بموسم قبل والمواسم اللي اجت، كمان في حد تواصلتي معه غير السيزون اللي كنت فيه؟ لا والله، يعني يمكن كان عن طريق انه لايك او شيء او فولو. اي لاف تو سبورت اللي من نفس المدرسه، بس اللي متواصله معهم من السيزون تبعنا تينا يمود، متواصله مع سالي، متواصله مع عبد العزيز الاسود، الله، ومتواصلة مع أيوب الزجال لفترة قبل ما يهاجر. هول اللي بتذكرهم يعني. إذا ما نحكي شوي عن نصيف زيتون، عن رحمة رياض، سعد رمضان، جوزيف عطية، هيك هول أربع أسماء هلأ الخطر عبالي، لكل حدا شو بتقيله شو بتقول عنه؟ نصيف keep going، يعني أنت حدا مميز بكل شيء، الله عطاك كاريزما وصوت وحضور مش طبيعي. أنا كتير بحب الفن اللي بيقدمه. رحمة النجاح اللي هي فيه هلأ أقل شيء بتستاهله، لأنه أنا عاصرت فترة وشفت قدي كانت بتقطع بأشياء صعبة. مين قلت لي كمان؟ جوزيف كتير بحب صوته، يعني من الأصوات اللبنانية اللي بعشقها. سعد رمضان طبعا، بس يعني بليز ما تغيب، دفى صوته ما في منه كتير مميز. يعني هول الأربعة ما بيشبهوا بعض، حرام ما يغنوا. أما كان في بزمانات كان في حفلة جمعت كل الطلاب، ممكن هلا ترجع تكوني مع يمكن ديو أو شيء مع حدا، يمكن مش نفس السيزون كمان عم جاي نقول، أو صعب بهالأيام، وهلا كورونا الحمد لله خلصنا منها. لا بس تنذكر ما تنعاد. لا بالعكس، إذا في شيء كيف بيقولوا التوليفة حلوة وفورمولا بتطلع الاثنين حلوين، أنا ما عندي جنون لعدمها. هو بالنهاية فن، والفن راقي، رسالة بتوصل بكل حب. خلاص صارت موضة قديمة نمبر وان ونمبر تو، انت احسن وهيدا احسن، كل واحد الله ميزه بشي معين. فالديو اذا حيطلع بشي مهضوم بالعكس ماني ضد ابدا ان شاء الله. امل حياتك الخاصة، تزوجت امل ما تزوجت امل، صار عندها اولاد ما صار عندها اولاد، الناس بيحبوا يعرفوا كمان أكيد. هيك شوية حياة هيك ورا الكواليس، خبرينا هيك لكل عشائك. لا اكيد بيستاهلوا. لا انا اتجوزت مرتين بس ما عندي اولاد، وان شاء الله من الثالث نفكر جيب ولد. قد ايه هذا الحب هيك له معنى بحياتك امل؟ له كل المعنى، يعني امل ما بتعيش من غير حب. بس يعني الصوره النمطيه كمان عنا انه الحب دائما مرتبط بالرجال او لازم يكون في شخص. لا، انا قدرت اوصل لشيء اللي هو حبك مع حالك، الاكتفاء الذاتي اللي صار عندي. بحب الحب ماني ضده، بس ما في ضحي، اي كانت مع الشخص اللي مش صح. يعني امل تعبت على حالها ويعني وصلت لمراحل حلوه، يا بكون مع الشخص صادقه ومبسوطه وحقيقيه العلاقه، يا اما انا مع حالي مش ناقصني شيء. سؤال اخير، بدنا نعرف الغنيه وفاتن برازي، بعرف لما تكون على الساحه يعني خلص في شيء حلو، وقربك كمان مش كانون، خبرينا هيك العمل هلا اللي حنشوفه قريبا، حيتصور تصور
هالطبخة اللي عم تعمليها هلا مع فاتن. أول شيء الشكر موصول لأرابيكا وللتيم اللي قايم على الغنية من الملحن والكاتب والموزع. بس بدي أقول شغلة الناس ما بتعرفها، فاتن بالنسبة لي مش بس برودكشن هاوس، علاقتي فيها من يعني من سنين، ولا مرة هيدا الشيء أثر على شغلنا. يعني وقت اللي ما كان شيء ظابط خلاص مش ظابط، بس علاقتنا كصداقة أقوى من علاقتي فيها بشغل. فالغنية كلمات أحمد باسم، أحمد عصام سوري، ألحان باسم يحيى، توزيع حسام صعبي، تاج أرابيكا، produced by FB فاتن برازي. حلو. كمان سؤال أخير قبل ما أتركك، بعرف إنه هيك عندك ملامح بتشبه هي الراحلة ذكرى، الله يرحمها، صح أو لا؟ حتى كمان نبرة الصوت شوي فيها من أمل. في نسمع شيء هيك؟ فينا نسمع. انت يلا. اللي يلا اذا ما انت بتسمع مين بيسمع؟ اول شيء الله يرحمها وكثير بحبها، وكانوا بيقولوا، انا ما بعرف يعني، دائما الشخص ما بيشوف الشبه اللي بيكون بينه وبين حدا، بس بيقولوا يعني اقل شيء نعمله انه وهي عايشه وهي ميته الله يرحمها احنا نعيشها باحساسنا. الصدفه غلتنا نحب ونشتقي، ما نلتقي نبقى بعيد، نبقى بعيد، نبقى بعيد. ممنوع بعد بقى نضل قريب، نبقى قريب. شكرا لحضرتك، وكلمة أخيرة لشارع الفن، شو بتقولي لنا؟ Thank you so much. شكرا إنه أنتم دائما بتدعموا أمل العنبري وبتضلكم حدي you support me. وشو ما صار بيروت دائما الأولى بقلبي، وشو ما صار مشاريع بفضل إنه تنعمل بلبنان، ما يعني ما بفضل غير لبنان. شكرا. Thank you.